السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فاز المنتخب الوطني الجزائري أمس بنتيجة هدفين لهدف واحد أمام منتخب أوغندا، وهذا لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. وبعد المباراة قال مدرب الخضر فلاديمير بيتكوفيتش: أول خرجة لي في إفريقيا ذكرتني بالأجواء التي عشتها في كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010. تحدثت مع اللاعبين في نهاية المباراة وشكرتهم على الفوز المهم في مباراة اليوم. بالنسبة لمباراة غينيا غيرت 5 لاعبين وكنا كمجموعة. لقد تمكنا من الدخول جيدا في الشوط الثاني ولعبنا بطريقتنا وهذا أمر جيد. أهنئ اللاعبين على المستوى الرائع في الشوط الثاني. وختم بكلامه: أهم شيء هو الفوز ضد فريق يمتلك مثلنا 6 نقاط. ويذكر أن الخضر بقوا في صدارة المجموعة، وهذا بعد الفوز المحقق أمام أوغندا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.